بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمن حاض المقامات. أهم السماء الفكر بغيث هنيء سح غدا، سقيا رحمة لا سقيا على جهل، في عن علم علو أرسلت وهمها جهش نهر فرات ونبع زلال، يروي الغل ويشفي العين، يطرد عن النفوس ظمأه ويزيل عن القلوب صدأه. أجمل كلمة في الحب قول الرب، يحبهم ويحبون. هل رأيت فقيرا في الفقر أبدا؟ وهل أبصرت محبوسا في القيد سرمدا؟ فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والآلام ضغار. مقامات الأرض. وأعرف أن من البشر شجرة العشر، أعدى من السوء أشأم من البشر، يأتي على غرة ويبحث عن العثرة ويقص الجرة، ولو اعتذرت لنا عنده 70 مرة. دعي المقادير تجري في أئمتها. أنت مع هذه المقامات، في همة عين وخفة ضلع وأريحية فؤاد ورحابة ورهافة كلمة وصفاء عبارة وذكاء إشارة. ذكاء المقامات. حارت الأبدان في وصف وعجبت البشرية من سكته ورسمه. هذا هو عالم الحب بأفراحه وأفراحه. إن غضب فجر الدماء وأباد الأحياء. وددت لو أنني قتلت وصلبت وقيلت في هذه القصر. مقامات القرآن. ما قفى نبكي هو الحب ولا رضية البالي وذكرى زينبي. محلاة بالفوائد، زينة بالقلائد، هوجة بالفرائد، دانة بالشوارع، الماء الزلال لكل صادر ووارد، تنشرها العقائد، تنشرها القصائد. وإذا أردت أن تعرف صدق مضامينها تأمل في عناوينها. مقامة القرآن. محمد مقامات الأبوية. وصلى الله وسلم على صفوة الحواضر والبواد الذي تشرفت بذكره النوادي، وهو الهادي إلى كل فضل مناد، وعلى آله البررة أربعة الخيرة بقية العشرة وأهل الشجرة. أفيال للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مقامات الأرض. لفضيلة الشيخ الدكتور عادل بن عبد الله القرني. الجزء الخامس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. سمعتك يا قرآن والليل واجم، شريك تمز الكون سبحان من أشرى. فتحنا بك الدنيا فأشرف نورها، فسل دولة الأخبار يرموك أو بدرا. المقامة القرآنية. المقامة القرآنية. كل مؤلف له عنوان، والقرآن كتاب الرحمن. كل مؤلف إذا ألف كتابا أو دبج خطابا اعتذر في مقدمته إذا خالف صوابا. إلا الله فإنه تحدى فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فعجز كل ذي فيه. تقرأ المصنفات وتطالع المؤلفات وتسمع القصائد، تشجيك الشوارب، ثم تسمع القرآن المرتل، فإذا هو الأكمل والأجمل والأنبل. قرآن يخاطب النفس فتخشع، والقلب فيخضع، والروح فتقنع، والأذن فتسمع، والعين فتدمع، ولو نزل على صخر لتصدع. له حلاوة وعليه طلاوة، لا يشبع منه العلماء، أفحم الخطباء وأخرس الفصحاء وأسكت الشعراء.
وتحدى العرب العربا، قوة برهان ووضوح حجة، تتحاكم العقول إليه ولا يقاس أي كتاب إليه. حارت الأذهان في وصفه، وعجبت البشرية من سكته ورصفه. تلاوته تذهب أحزانك وتثير أشجانك وترفع شانك وتثقل ميزانك. قارئه ينتظر الرحمات ويرقب البركات، وكل حرف بعشر حسنات. حسن نظام ودقة انسجام، هو كتاب الحكمة والطريق إلى كل نعمة والصارف لكل نقمة. القرآن مال من لا مال له، وعشيرة من لا عشيرة له، هو السلوة في الغربة والأنيس في الوحشة، والشفاء لكل مرض والدواء لكل داء. يشرح صدرك ويرفع ذكرك، شافع مشفع، يؤنسك في القبر، يحفظك في الحشر، ينجيك على الصراط ويحميك من غضب الجبار. عين بلا قرآن خائنة، ويد بلا قرآن جانية، وأذن بلا قرآن آثمة، وحفل بلا قرآن زور، ومجلس بلا قرآن لهو، وحديث بلا قرآن لغو، وكاتب بلا قرآن أفاك، وتاجر بلا قرآن غشاش، وحياة بلا قرآن موت، وحضارة بلا قرآن لعنة، وثقافة بلا قرآن مهزلة. والقرآن كلام الله، وأمانة جبريل، ورسالة محمد، ودستور أمة، وحل لمشكلات البشرية، وشفاء للأسقام الإنسانية، وغيث لأهل الأرض. فيه قصة الإنسان ومسيرة الخلق وتوحيد الخالق وصفات الرسل وخبر الملائكة ونعيم الجنة وعذاب النار، وهو المعجزة الخالدة والمجد الباقي والشرف المنير. فيه الفاتحة الشافية الكافية، وفيه البقرة الحافلة بالأحكام، في أبدع نظام وأروع كلام، وفيه المنجية من عذاب القبر وروعة الحشر، وفيه آية الكرسي الحافظة من كل شيطان والحارسة من كل مارد، وفيه سورة الإخلاص التي فيها صفة الرحمن ومدح الديان، وفيه المعوذات والمحصنات من الشرور والسيئات. هو زاد العبد الصادق في سفر الحياة، وهو قوت القلب المؤمن في رحلة العمر. يقال لصاحبه في الجنة اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والقرآن حجة لك أو عليك، فطوبى لمن صاحب القرآن وعكف عليه وتغنى به وأحيا به ليلة وأجرى به دمعة، فهذا هو السعيد الناجي والولي الصادق. فهذا القرآن هو مأدبة الله وضيافته ومائدته، فمن قبل الضيافة نال التكريم وحظي بالزلفى وحصل على الفوز وأدرك الفلاح. قالت طائفة نعم للقرآن، فحكموا العالم وأقاموا خلافة، وبنوا مجدا وأسسوا كيانا. فلما قدم أشقاهم قال للقرآن لا، فأصبح قومه أجانب على الشعوب، غرباء على الدنيا، يتوسلون إلى المنظمات الدولية ليكونوا بها أعضاء، وأصبحوا لأعدائهم تابعين بعد أن كانوا خلفاء فاتحين. وقال أكثر العالم للقرآن لا في أول مادة القانون، وفي بداية الدستور، وعند إصدار الحكم وزمن التنفيذ، فنعم للقرآن عندهم في المسجد والمقبرة والصلاة والمأتم والمولد، ولا للقرآن في القصر والميدان والمصنع والشركة والجيش والاقتصاد والسياسة والفكر والفن.
فنعم للقرآن عند الموت ولا للقرآن عند الحياة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحسرتاه يوم نحي القرآن عن العالم كيف عذب وسحق ومزق، ولو كان القرآن معهم لما قامت الحرب العالمية الأولى والثانية، ولو كان القرآن في قلوب الأمريكان لما دمروا البشر وأزهقوا الأرواح في نجازاكي وهيروشيما، لأن القرآن ينادي: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولو شع نور القرآن في قلوب الروس والصرب لما أباد الحرث والنسل في البوسنة والهرسك وكوسوفا والشيشان، لأن القرآن يحرم هذا الصنيع والفعل الشنيع. يا مجلس الأمن حفظ أعضاءك آية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لينقلوها لشعوبهم التي عطلت القرآن وصدت عنه وهجرت، فذاقت لباس الجوع والخوف والبأساء والموت. وحسرتاه يوم عزل العلم عن القرآن فصار علما طاغيا كافرا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأسفاه يوم أبعد الفن عن القرآن فصار فنا منسوخا تافها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ويوم فصلت السياسة عن القرآن بزغ ساسة طغاة قساة جبارون سفاحون. وإذا أردنا قرية أمرنا متر فيها ففتقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا. ويوم قطع الاقتصاد عن القرآن نتجت أموال ملوثة ومعاملات محرمة وتجارة ربوية. وأحل الله البيع وحرم الربا. يوم فقدت التربية روح القرآن وبركته ونوره شب جيل عاق متمرد متهتك. فخلف بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يا حملة الأقلام، يا رجال الإعلام، عبوا من مورد القرآن العذب الزلال لتعدوا الأمة بحديثكم وتصلح الناس بكلامكم. اكتب على مستشفيات العالم نصيبها من القرآن. وإذا مرضت فهو يشفين. واكتب على العيادات النفسية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسطر على المحاكم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وانقش على القلوب: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وانحت على الذاكرة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. سمعتك يا قرآن عميت عيون لم تكتحل بالقرآن وصمت آذان لم تتشنف بالقرآن ومزقت أفئدة لا تحب القرآن وهدمت بيوت لا تدوي بالقرآن ومحقت شعوب لا تتحاكم إلى القرآن وهانت أمة لا تعمل بالقرآن. القرآن والليل واجب.
كريت تهز الكون سبحان من أشرى فتحن بك الدنيا فأشرق نورها فكل دولة الأحبار يرموك أو بدرا. سلام لمن فاض المقامات إنها بيان به الأرواح تفلو وتقرب. ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شبا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مقامة الإمام محمد بن عبد الوهاب. الإمام المجدد شيخ الإسلام الموحد الذي جدد في دين النبي محمد أصبح في الإسلام معروفا، دعا إلى توحيد الأصول وتابع الرسول وجمع بين المقول والمعقول. أغر تشرق من عيني ملهمة من الضياء لتجلو حنس الظلم في همة عصفت كالدهر واتقدت كأنه الغيب يسقي الأرض بالديم. خرج في زمن أحوج ما يكون إلى مثله في علمه وعقله، فذكر الخلف عقيدة السلف، تدرع بالعلم في فترة ركنت العقول إلى الجهل، وتسلح بالصبر في زمن قل فيه الناصر لأهل الفضل، صحح للناس أصل المعتقد الحق في ربهم تبارك في علاه، ونفض عن عقول أهل زمانه ما نال جناب التوحيد وشوه محياه. فحمى جناب التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك بالحميد، كان صاحب أثر ودليل وتحصيل شرعي وتأصيل، ولم تكن دعوته فكرية تبنى على افتراضات العقول، بل أثرية سلفية تقوم على ما صح من المنقول. هذا الإمام لم يشغل الأمة بعلم الكلام، بل أسعد الناس بميراث سيد الأنام، وسلمه الله من طيش الفلاسفة أهل الزيغ والسفة، فكان صاحب حجة قاضية على سنة ماضية على طريقة من سار من السلف الأبرار، فدنا يعرض المسألة في سهولة ويسر مجانبا المشقة والعسر، فدنا إليه قطاف الملة المحمدية وجبيت إليه ثمار الشريعة الأحمدية. كان في زمنه علماء وفي عصره فقهاء، لكن منهم من ظن أن السلامة بالسكوت ولزوم البيوت، ومنهم من كان في علمه لوثة من البدع، فكيف يدعو إلى ما أنزله الله وشرع؟ ومنهم من اشتغل بالمناصب عن أداء الواجب، فهمه ثمن بخس دراهم معدودة من الحطام، يأخذ بها ثمنا لفتاوى يتخذ بها جاها عند الطغام، يرى أحدهم الجهال يطوفون بالقبور فلا يغضب ولا يتوب، لأن دماء حب الدنيا في عروقه تجمد، فهو تائه بارد متبلد. أما هذا الإمام المحفوظ بالعناية فأشرقت شمسه من مطالع السنة، وصارت قافلته الميمونة إلى الجنة. هذا المجدد لم يأتي بمرسوم من الآشتانة، ولم يطلب المنزل لدى العامة والمكانة، بل جاء مصلحا يعيد الأمة إلى سيرتها الربانية. فجاء الإمام الذي ما تدنس بالدنيا جلبابه، ولا اتسخت بالبدعة ثيابه، تحدوه همة عارمة، فدعا الناس إلى تجديد من درس من الدين وإظهار ما خفي من دعوة سيد المرسلين. فكان الناس معه أقسام ثلاثة
فأصحاب حسد ضل رشدهم وفسد لسان حالهم لماذا اختير هذا من بيننا إنه يدعو إلى غير ديننا فكبتهم الله بنصر هذا الإمام وتآكل حسدهم في صدورهم على مر الأيام وأصحاب بدعة وهوى سقط نجمهم وهوى وذاق منهم الأمر فاحتسب الأجر والصبر وأصحاب قلوب حية وفطر ندي عرفوا أن دعوته مرضية سلفية فركبوا في سفينة مع هذا الإمام الرشيد حتى وصلوا معه إلى شاطئ الإصلاح وساحل الفلاح واعلم أن الصادق يجعل الله لدعوته التأييد والتمكين والكاذب يظهر الله عواره ولو بعد حين وهذا الإمام كان قصده تصحيح معتقد التوحيد مما أصابه من الأدران والأنجاز فأصاب عين الحقيقة ولزم أحسن طريقة فتقبلها عباد الله بقبول حسن وعدوها عليهم من أعظم المنن بدأ الإمام بالتوحيد لأنه المسألة الكبرى والعروة الوثقى لأنه من يعلم الناس الفروع وقد ذهبت الأصول كمثل من يداوي الأجسام وقد فقدت العقول وقبل أن تدرس الناس الفروع الفقهية صحح لهم مسألة الألوهية لتؤتى البيوت من أبوابها وترد المسببات إلى أسبابها وقبل أن يعلم الناس السياسة وطرق الوصول إلى الرئاسة يجب تعليمهم الدين الخالص الذي دعا إليه الأنبياء والتوحيد الحق الذي جاءت به الملة الغراء كانت دعوة الإمام المجدد تنص على أن يعبد الله وحده ويوحد قبل أن يعلم الناس الأحكام لابد أن تطهر قلوبهم من التعلق بالأوثان وأن تزكى ضمائرهم من التعلق بالأزلام لقد استقبلت الأمة دعوة هذا الإمام فصار للمساجد دوي كدوي النحل في العلم المحفوظ وصارت كتائب التوحيد تزيل القباب عن القبور وانتشر دعاة الحق ينفضون آثار الشرك والبدعة من الصدور فصار العامي بنور هذه الدعوة أصفى توحيدا لما جعل الله في قلبه من نور المعرفة بعد أن عم الشرور وحارت الناس في ظلمات الشرك بين نذور وقبور وسحر وكهانة وفجور فجدد الله بهذا الإمام معالم الدين وأيده بكتائب الموحدين فالحمد لله رب العالمين حمدا على جلال النعمة وانكشاف النقمة وصلاح الأمة سلام لمن صاب المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه تلك القرى نقص عليك من أنبائها اقرأ التاريخ إذ فيه العبارة ضل قوم ليس يدرون الخبر المقام التاريخ المقام التاريخ وتأمل كيف أفنى ملكهم من على الملك تولى واقها أنا أبو كثير جرير بن أثير فسألوني عن التاريخ فإني في علمه شك يا أبا كثير فضلك كبير فما هو التعليق
على أحداث نذكرها لك بالتحقيق. تقدموا وتكلموا. مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مولد النور وإشراق السرور، وهو فتح الله على هذا الكون، ونبأ عظيم ما سمع بمثله في حركة ولا سكون. فهجرته إلى المدينة بداية الانطلاق وفجر الإشراق، بها قامت الدولة وصار للإسلام جولة وصول. وغزوة بدر إثبات صدق الصحابة وقطع الرؤوس الكذابة وجلال للدين ومهابة. فوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نزفت منها القلوب دما وامتلأت النفوس ألما، وهي دليل على أن لا بقاء إلا للواحد، وما مخلوق بهذه الدنيا خالد. فمعركة القادسية مشهد من مشاهد الحق إذا هجر، ونهاية ماحقة لدولة العجم، وأن من هذا الرحمن فليس له سلطان. ومعركة اليرموك فرار الروم كالبول، ولكل طاغية يوم معلوم، وأن الدين أمضى سيف للمجاهدين. وعين جالوت نهاية المغلول، ومأساة جنده المغلول على أيدي أتباع الرسول. فحطين حطين تمريغ الباطل بالطين، وهي يوم جلاء الصليب من فلسطين. فموت خالد بن الوليد رضي الله عنه على الفراش دليل على أن الأجل درع حصير، وموته مصيبة للموحدين وفرحة عابرة للكافرين، وكأن الموت هاب من خالد فأتاه على غرة وهو قائم. ففتنة القول بخلق القرآن هي نتاج فلسفة الشمعان التي زاحم بها المأمون الشريعة، ولكن الله نصر الحق وأتباعه وهزم الباطل وأشكره. أحسنت، أحسنت هذا الحوار. فهل لا تحادثنا عن بعض ما ورد في التاريخ من الأخبار؟ حسنا لك ما تريد. قال فرعون ثلاث كلمات مهمة، يقول: ما علمت لكم من إله غيري، فدس أنفه بالطين، وأليس لي ملك مصر فأخرج منها وهو لعين، وما أريكم إلا ما أرى فما باع بعدها واشترى. وتأمل كيف أفنى ملكهم، من على الملك تولى وقهر. يا لله العجب، جولدا مائير امرأة هزمت رجال العرب، فكيف لو كانت رجلا ذا شأن؟ يوم كانت تركيا تحكم بالشريعة السمحاء، أرسلت للعالم الزعماء والأدباء والعلماء، فلما حكمت بمنهج الكافرين أرسلت للعالم الحلاقين والراقصين والمغنين. أهدت لنا خراسان سلمان ووفد صهيب من الرومان، فأهدى لهم رسولنا القرآن والإيمان. الجيش إذا لم يصم رمضان يهزم في حزيران، وجيش لا يؤمن بتعاليم جبريل لا ينتصر على إسرائيل. التاريخ إن شئت جعلته شريفا أو سخيفا، فالتاريخ الشريف تاريخ الفتوحات والانتصارات والدروس المستفادة من النكبات، والتاريخ السخيف تاريخ القيان وكيف كانت تضرب العيدان وخبر الجواري في قفل السلطان. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. أشغلون في التاريخ بأخبار سخيفة، فقالوا: الجارية غضبت على الخليفة فأهداها قطيفة فعادت للوطن. لا بد أن يقرن التاريخ بالأثر ويرصع بالسير وتستفاد منه العبر. تاريخ ابن خلدون مقدمة بلا كتاب، لكنها عجب من العجاب. وتاريخ ابن الجوزي غرائب وعجائب، كأنه لابد في كل قصة من مصائب. وتاريخ ابن كثير أحسن الجميع بلا نكير، لكنه طول في تراجم الشعراء وقصر في تراجم العلماء. العظمة في اتباع المعصوم لا في المناصب والرسوم، والدليل على ما أقول أن ذلك صحة لجهوده الإسلامية. ألسنة البشر أقلام تكتب السير،
إذا ذكر عمر بن عبد العزيز قال الناس رحمه الله، وإذا ذكر الحاكم الفاطمي قال الناس قاتله الله. لما تولى بنو أمية الخلافة قالوا سوف تبقى لنا دولة، فما أكملوا 80 عاما. فلما تولى بنو العباس قالوا سوف نحكم الأرض بالأثر والنظر حتى خروج المهدي المنتظر، فلم يبق لهم في الأرض مكان كأنهم خبر كان. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. من قرأ التاريخ هيجه على البكاء والاتساء والاقتدام، كم في التاريخ من زفرة وحسرة، لقد كان في قصصهم عبرة. أما تاريخنا نحن المسلمين فيقول عنه صفي الدين: بل الرماح العوال عن معالينا، واستشهد البيض هذا الرجا فينا. لما سعينا فما رقت عزائمنا، عما نروم ولا خابت مساعينا. جاءت الدنيا مصدقة، وإن دعوا قالت الأيام آمينا. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا، أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. سلام لمن فاض المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب. ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه. والذين آمنوا أشد حبا لله. مقامة الحب، مقامة مقامة الحب، ليس حبا قطعة معزوفة من يراعي الشاعر المنتحب. ليس حبا غزل يمطرنا في سطور الكاتب الحر الأبي. ما قفا نبكي هو الحب ولا رضية الباني وذكرى زينبي. ما درى مجنون ليلى سره، عبث ذاكاه يا مصطفى بي. إنما الحب دم تنزيفه، في سبيل الله خير القرب. أو دموع ترة تبعاتها ساحرا أفداك من قلب الصبي. أو سجود خاشع ترسومه فوق فد الطين فاسجد وقومي. الحب على المحبين فرض، وبه قامت السماوات والأرض، ومن لم يدخل جنة الحب لن ينال القرب. بالحب عبد الرب وترك الذنب وهان الخصم واحتمل الكرب. عقل بلا حب لا يفكر، وعين بلا حب لا تبصر، وسماء بلا حب لا تنبت، وروض بلا حب لا يزهر، وسفينة بلا حب لا تبحر. بالحب تتآلف المجرات، وبالحب تدوم المسرات، بالحب ترتسم على الثغر البسمة، وتنطلق من الفجر النسمة، وتشدو الطيور بالنغمة. أرض بلا حب صحراء، وحديقة بلا حب جرداء. بالحب ترضع الأم وليدها، وتروم الناقة وحيدها. بالحب يقع النفاق والضم والعناق، وبالحب يعم السلام والمودة والوئام. الحب بساط القربى بين الأحباب، ف
فبالحب يفهم الطلاب كلام المعلم، وبالحب يسير الجيش وراء القائد ويتقدم، وبالحب تذهل المرعية ويعمل بالأحكام الشرعية، وتصان الحرمات وتقدس القربات. لكن أعظم الحب ما جاءت به الملة، أجمل كلمة في الحب قول الرحمن يحبهم ويحبونه، فلا تطلب حبا دونه. أحب امرؤ القيس فتى، وأحب أبو جهل العزى ومناة، وأحب قارون الذهب فأفلسوا جميعا لأنهم أخطأوا خطأ شنيعا. أما حب بلال بن رباح فهو البر والصلاح، سحب على الرمضاء فنادى رب الأرض والسماء، انبعث من قلب المحب أحد أحد، لأن في القلب إيمانا كجبل أحد. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى. دعني من حب مجنون ليلى ومعشوق عفرا، فلطالما لطخت بأشعارهم الطروس، وضاقت بأخبارهم النفوس، وخدعت بقصائدهم الأجيال، واتبعهم الضلال. فحدثني عن أنباء الأنبياء وهم من أجل حب الرب يهجرون الآباء والأبناء، فإبراهيم يتبرأ من أبيه، ونوح من بنيه، وامرأة فرعون تلغي بنفسها عقد النكاح لأن البقاء مع كافر سفاح. هذا هو عالم الحب بتضحياته بأفراحه وأتراحه، وهو حب يصلك برضوان من رضاه مطلب وعفوه مكسب. والله ما نظرت عيني لغيركم يا واهب الحب والأشواق والمهج، والله ما نظرت عيني لغيركم يا واهب الحب والأشواق والمهج، والله ما نظرت عيني لغيركم يا واهب الحب والأشواق والمهج. كل الذين رووا في الحب ملحمة في آخر الصف أو في أسفل الدرج، في آخر الصف أو في أسفل الدرج، كل الذين رووا في الحب ملحمة في آخر الصف أو في أسفل الدرج. امرؤ القيس يصيح في مجد وقد غلبه الوجد، قفا نبكي، فإذا بكاؤه على الأطلال، وإذا دموعه تسفح على الرمال، إنه هيام العقل بلا وازع، وحيرة الإنسان بلا رادع. ورسولنا يذوق الويلات ويعيش النكبات، ثم ينادي مولاه في مناجات وإخبات، ويقول لك العتبى حتى ترضى. شغلونا بالروايات الشرقية والمسرحيات الغربية، ويل هذا الجيل ويله، سهر مع غراميات ألف ليلة وليلة، وفي الذكر المنزل والحديث المبجل من قصص الحب الصادقة والمعاني الناطقة ما يخلب اللب ويستميل القلب. أخرجونا يا قوم من ظلمات عشق الأعراب والهيام في الأهداب، فكل ما فوق التراب تراب، وأدخلونا في عالم الحب الراقي والدواء الواقي الذي تطير له الأرواح وتهتز له الأشباح، في ملكوت الخلود وعلى بساط رب الوجود. دع حب هؤلاء فإنهم مرضى، وتعال إلى الواحد الأحد وناد، وعجلت إليك رب لترضى. علمني الحب من سورة الرحمن،
ولا تكدر خاطري بهيام ضبية البان. أنا ما أحب لغة العيون، ولكني أحب لغة القلوب، ولا اتباع فلسات أبي نواس والمجنون، ولكني أرتع في رياض الكتاب المكنون. الحب الصادق في الجامعة والمسلمين والمسلمات، والغرام الرخيص في مسرح الفنانين والفنانات، واستعرض نصوص الحب في وثيقة الوحي المقدس لترى فيها حياة الأنفس. فالحب الأرضي يقتل الإنسان بلا قيمة، والحب السماوي يدعو العبد إلى حياة مستقيمة ليجد فضل الله ونعيمه. ومعنفي في الحب قلت له التأنيث، فالدمع دمعي والعيون عيوني. نحن بحاجة إلى صوت خبيب بن علي وهو يلقي قصيدة الفداء على خشبة الفناء وفي إصرار وإباء. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزع. بارك الله فيك وفي أشلائك يا خبيب، فأنت إلى قلوبنا حبيب. اللهم واجعلنا ممن يحبك ويحب من يحبك ليؤنسنا قربك. اللهم ازرع شجرة حبك في قلوبنا لنرى النور في عيوننا وننجو من ذنوبنا ونطهر من عيوبنا. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عمر، وبيني وبين العالمين قراب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، التراب تراب، وكل الذي فوق التراب، كل الذي فوق التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا افتخر الغرب بأن لديه النساء الحسناوات والفتيات الفاتنات، فلنا الفخر على الدنيا أن لدينا رسالة ملأت الكون نورا والعالم حبورا والدنيا طهورا. وكل الذي فوق التراب تراب 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 تراب. سلام لمن صاب المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب. ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. وعد وقف بالتميز من أفياه. نون والقلم وما يسطرون. مخالف القلم أنصت، أنصت لميمية جاءتك من أمم، مدادها من معاني النون والقلم، واكتب به أحرف العلياء إن له نورا من الحق يمحو حالك الظلم. يا أيها الذي جمع الحكم، أما سمعت نون والقلم؟ إن القلم شأنه عجيب ونبأ غريب، نحيف الجسم عظيم الاسم،
انخط في القرطاس أنشط لهم. بالقلم تجهز الجنود وترفع البنود وتوثق العقود، وبحروفه تقضى المحاكم وتعقد المواشم وتقطع الجماجم وترد المظالم. إن غضب فجر الدماء وأباد الأحياء وأشعل حربا، وإن رضي منح المواهب وأهدى المناصب. إن شاء فمداده سم الحيات وأم النكبات وسبب البلايا الموجعات، وإن أراد جعل سطوره نورا وصيرها سرورا وملأها حبورا. هو رسول القرون الأول وخادم الدول وحافظ المال والنحل، صار للحكمة إماما وللمعارف قائدا هماما. لفظه أغلى من الياقوت، به خط الوحي في الملكوت، وهو أشهر من هاروت وماروت. مصيبة القلم أنه يذيع الأشرار إذا تشجع ملأ الصفحات وبسط المختصرات، وإذا جبن أنغز وأعجز، وإن تحامل غمز ونبز. تخاطب به الملوك أكبر وتقطع به الجبابرة الأعناق، ويحذر به أهل الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وبالقلم يقضى الأمر ويقع القتل والأسر وينشط له الدهر. به يقع العدل والحي والحق والزيف، وهو القاضي على الشيء، وينسج ويدبج، يهدم بكلمة بناء عام، ويلغي بجملة كيد أعوام. كم من عقل قلقله، ومن قصر زلزله، ومن كيد أبطله، برسائله عرفت الأرض والسماء، وعلى رسمه خلدت آثار الحكماء، وعلى حركته نسجت مآثر العلماء. أفصح من اللسان وأحفظ من الإنسان، إذا حملته الأصابع فانتظر القوارع. له أزيز كأزيز المرجى، ودبيب كدبيب الأرجل، وحصاد كحصاد المنجل، عار من اللباس، دقيق الراس، قوي الباس، عظيم الأثر في الناس. إن خط بالأحمر قلت هذا شفق أو دم على ورق، وإن نسج بالسواد صار المداد كلون عيون العباد. وإن كتب الأخضر قلت هذه طلعة بستان أو بهجة أفنان. إذا شهى رجع القهقرى، وإذا شك مضى إلى الورى. له رأس بلا عينين، ولسان بلا شفتين، وصدر بلا يدين. لا يتكلم حتى يشبع، ولا يسكت حتى يوضع، ولا يكتب حتى يقرأ. إن شلته على مختصر شرحه، أو على غامض أوضحه، أو على شر فضحه، أو على عاش نصحه. إن كنت عربيا فهو أفصح من شحبان، وإن كنت أعجميا صار أنطق من الهرمزان، يسمعك وليس له أذنان. إن نمت نام، وإن قمت قام، وإن جوعته صام، وإن أهملته هام. متحذلق يقظ، فإن أغسلته أجرى لعاب رحيقه من صدره، بتار أعناق الأنام بلفظه، سلاب أفئدة الملوك بشحره. القلم بيانك طوع بنانك، حاضر الفكر كثير الشكر، يوافق المزاج في الاستقامة والاعوجاج، والثبات والارتجاج. مسدد إن غضب، ومليح إذا عتب، وفصيح إذا حجب. صمت الحكماء وما صمت، وسكت الشعراء وما سكت، ومات الملوك ولم يمت. حذر به المصطفى الأكاشرة، وأنذر به القياصرة، وصدر به قتل الحسين، وخط به خلع الأمين. يتململ في كفك تململ الشهيد، ويتقلب تقلب الشقيم، ويبكي بكاء اليتيم. خط به أفلاطون كتاب الجمهورية، وأقام به المعتصم وقعة عمورية،
ونقل لنا سيرة إسحاق وعجائب الآفاق وأخبار العشاق، يفهم بالإشارة ويرسم العبارة. إن كتب به الأحمق تدفق ولم يترفق، وضل ولم يوفق. وإن كتب به الرجل الرشيد جاءك بالقول الشديد والعلم المجيد. يطير العلم من الراس فيقيده القلم في القرطاس، وله كل يوم شجون وعنده من الحكمة فنون. يخون الحفظ وهو لا يخون، صغير الجرم كبير الجرم. لك القلم الأعلى الذي بشبابه تصاب من الأمر الكلى والمفاصل، لعاب الأفاعي القاتلات لعابه، وأري الجنى اشتارته أيدي العواشل. له ريقة طل ولكن وقعها بآثاره في الشرق والغرب غافل. فصيح إذا استنطقته وهو راكب، وأعجم إن خاطبته وهو راجل. رأيت جليلا شأنه وهو مرهف ظنم، وسمينا خطبه وهو ناحل. سلام لمن فاض المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب. ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. المقامة الأبوية. المقامة الأبوية. هذه المقامة لأبناء الوصية، وهي أعظم هدية، وإنما العمل بالنية. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فمن فعل ذلك فإن الله ظهيره. كلما سمعتم حديثا لصاحب الشفاعة فقولوا سمعا وطاعة. وأوصيكم ببر الآباء والأمهات، وأنهاكم عن منع الوهاب وتضييع الصلوات واتباع الشهوات. والله الله في تدبر المثاني وهجر الأغاني وترك الأمان. واعلموا أنه قامت عليكم الحجة وبانت المحجة. وأوصيكم بتوقير شعائر الدين، فإنها تقوى رب العالمين. واستعدوا للرحيل، فإنكم قادمون عما قليل. وإذا سمعتم الأذان فأجيبوا داعي الرحمن، فليس بعد الأذان أعلال ولا أشغال، بل ذهاب إلى بيت ذي الجلال. وقد دعيكم فأجيبوا الداعي، فإني أخشى على من تهاون بتكبيرة الإحرام مع الإمام أن يحرم التوفيق على الدوام، وألا يبلغه الله المرام. ولقد نصحت ولي تجارب جمة، ولقيت كل معلل مأمون. فإذا النعيم وكل مال زائل، يفنى ويبقى سعيكم للدين. ولقد نصحت ولي تجارب جمة، ولقيت كل معلم مأمون. فإذا النعيم وكل مال زائل، يفنى ويبقى سعيكم للدين. فإذا النعيم وكل مال زائل، يفنى ويبقى سعيكم للدين. واعلم أن من صحب الفساق ونقض الميثاق ابتلاه الله بالنفاق. ولا تقولوا نحن في عصر الصبا، فكم من سيف نبى وجواد كبى. فهذا كلام من غره بالله الغرور، حتى فاجأته قاصمة القبور وطرح في القبور. وتذكروا ليلة نصفها يوم القيامة،
فما أكثر الأسف فيها والندامة، وتذكروا أول شاعة في القبر، فما أعظمها من أمر. ساعة ليس فيها جليس ولا أنيس يرتجف لها القلب، تخلى عنكم فيها الأحباب وترككم الأصحاب، وجردوكم من الثياب ووشدوكم التراب. الأموال بعدكم قسمت، والبيوت سكنت، والزوجات نكحت، فأين القلوب والعقول؟ ما لكم في ذهول وأنتم في نقول؟ فارقعوا بالاستغفار ما مزقته أيادي الذنوب الكبار، واغسلوا بدموع العيون غبار الذنوب، أنيبوا إلى علام الغيوب، وعليكم بالسكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت، فإنه كاف لمن سيموت. والحرص على تكبيرة الإحرام وسلامة الصدور من الآثام، وإصابة الطعام وحسن الخلق مع الأنام، عربون صادق لدار السلام. وطهروا القلوب من الإحن، والزموا السنن، وفروا من الفتن، تجدون عونه عز وجل وقت المحن مع إشباله عليكم ثوب المنن. وأشرف تاج، تاج الديانة والصدق والأمانة والوقار والرزانة، وثوب الرياء ثوب مخرق، ورداء الكبر رداء مملق، ومرافقة الأشرار والفجار هي الخشار والبوار، وهم الدعاة إلى النار. ومن ألال كلامه ووصل أرحامه وبذل طعامه ونشر سلامه، أكرم الله في الجنة مقامه. وويل لمن كان خصمه لسانه، وأشهد على نفسه أركانه، واستشار في أمره شيطانه، وأرخص للشهوات إيمانه. وخلوة بكتاب ودمعة في محراب، خير من القصور والقباب. ومن عود لسانه الذكر، وقلبه الشكر، وعقله الفكر، وبدنه الصبر، نال أعظم الأجر وحط عنه الوزر. وكل لباس يبلى إلا لباس التقوى، ومن كان في دنياه شقيا بمخالفة مولاه فهو في الآخرة أشقى، والمأسور من أسره هوى. وعليكم يا أبنائي بالصبر على المصائب، وبمجانبة الغضب، وبالإخلاص في الطاعة، والزهد والقناعة. واعلموا أنه ليس معكم في شدائد الزمان غير الواحد الديان، واتبعوا الرسول الكريم، والزموا الصراط المستقيم، واعلموا أن للذنوب مكفرات ولا أضر من الموبقات، وللذنب من الله طالب، وعلى الضمائر مراقب، وللأعمال محاسب. واعلموا أن شرفكم صدق اللسان، ونسبكم الإحسان، وكنزكم الإيمان، ولن ينقذكم من النار إلا طاعة العزيز الغفار. واطلبوا الكفاف، واستتروا بالعفاف، وخذوا العفو والإنصاف. واسلكوا من الطريق الوسط، ودعوا الغلو والشطط، والتهور والغلط، واسمعوا مني النصيحة، واعلموا أن الدنيا لا تساوي تسبيحة، وصونوا أنفسكم من سؤال الناس، واستغنوا عما في الأيدي باليأس، واطلبوا العلم فإنه أجل المواهب وأكرم من كل المواهب، والداء العضال معاداة الرجال، ومن سالم الناس سلم، ومن صمت غنم. والناس لا يطلبون منك الأرزاق، وإنما يطلبون جميل الأخلاق. وأوصيكم بالأذكار في طرفي النهار، واقرأوا القرآن كل يوم، فإنه دواء الهموم والغموم، وركعتان في السحر خير مما طلعت عليه الشمس والقمر. ووقروا الكبير، وارحموا الصغير. واحذروا أن يكون لسان أحدكم كالمقراض في الأعراض، فإن هذا من ضعف البصيرة وخبث السيرة. ورافقوا أهل الصلاح، ولا تستشغروا شيئا من المعاصي، وراقبوا من يأخذ بالنواصي. وقسوة القلب
يذيبها الندم والدمع المنفجر والأسف من الذنب المنصرم. ولا تتنعموا تنعم المترفين، ولا تزروا بأنفسكم فعل الشحابين، فإن المبالغة في الزينة للنساء والشهرة للسفهاء، وأدمنوا الاستغفار في كل حين، فإنه مفتاح رضا رب العالمين، وهو قوة وتمكين، وعلى كل كربة معين. ومن لم يراقب الحسيب ويردعه المشيب فليس له في الفضيلة نصيب. وويل لمن غرته دنياه وخدعه مناه. وطوبى لعبد إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعليكم بتوقير الصحابة وحب القرابة. حفظكم الله بالدين وعصمكم من نزغات الشياطين، ويبقى سعيكم للدين. سلام لمن صاب المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب. ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. سيجعل الله بعد عشرين يسرا. مقامة الفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة. إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اشتد الحبل انقطع، وإذا اشتد الظلام بدا الفجر وسطع. سنة ماضية وحكمة قاضية، فلتكن نفسك راضية. بعد الرماء ماء وظل، وبعد القحط غيث وطل. فيا من بكى من ألمه ومرضه وكبه، يا من بالغت الشدائد في رده وصده، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضات عين وانتباهتها، يبدل الله من حال إلى حال. يا من شكى من الخطوب وعاش وهو منكوب، ودمعه من الحزن مسكوب، في قميص يوسف دواء عيني يعقوب، وفي المغتسل البارد شفاء لمرض أيوب. للمرض شفاء، وللعلة دواء، وللظمأ ماء، وللشدة رخاء، وبعد الضراء سراء، وبعد الظلام ضياء. نار الخليل تصبح باليسر ظل الظليل، والبحر أمام موسى يفتح السبيل، ويونس بن متى يخرج من الظلمات الثلاث بلطف الجليل. فقل لمن في حضيض اليأس سقطوا، وعلى الشؤم هبطوا، وفي مسألة القدر غلطوا، اعلموا أنه ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. كان بلال يسحب على الرمضاء، ثم رفع على الكعبة لرفع النداء، وإسماع الأرض صوت السماء. كان يوسف مسجونا في الدهليز، ثم ملك مصر بعد العزل. وكان عمر يرعى الغنم بمكة، ثم نشر بالعدل ملكة، وهو الذي سحق الطغيان ودك. يا من داهمته الأحزان، وبات وهو سهران، وأصبح وهو حيران، ألم تعلم أنه في كل يوم له شان؟ ويا من هده الهم وأضناه، وأقلقه الكرب وأشقاه، وزلزله الخطب وأبكاه، أنشيت؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذا شاء
اشتملت على اليأس القلوب إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيم وضاق بما به الصدر الرحيم أتلات على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب يمن به اللطيف يمن به اللطيف سينكسر قيد المحبوسين في زنزانات المتجبدين وسيسقط صوت الجلادين الذي قطعوا به جلود المعذبين وستمسح دموع اليتامى وتهدأ أنات الأيام وتسكن صرخات الثكالى هل رأيت فقيرا في الفقر أبدا؟ وهل أبصرت محبوسا في القيد سرمدا لن يدوم الضر ممتدا لأن هناك أحدا فردا صمدا من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا بلا حول ولا قوة إلا بالله تحمل الأثقال وتسهل الأهوال وتصلح الأحوال ويشرح البال ويرضى ذو الجلال بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال وبشر القحط بماء الزلال يلاحقه من أعماق الرمال وبشر الفقير بمال يزيل عنه الإملاق والإجحام واعلم أن لكل شدة مدة وأن على قدر المعونة تنزل المعونة وأن الله يستخرج البلاء بصادق الدعاء وخالص الرجاء واعلم أن في الشدائد إذابة الكبر واستدرار الذكر وجلب الشكر فارحل بقلبك إذا الهم درك واشرح صدرك عند ضيق المعترك ولا تأسف على ما مضى ومن هلك فليس بالهموم عليك ذاك واعلم أنه لا يدوم شيء من دوران الفلك وعسى أن تكون الشدة أرفق بك والمصيبة خير لك فإذا ضاقت بك السبل وانقطعت بك الحيل فالجأ إلى الله عز وجل كم مرة فتنا فدعونا ربنا وهتفنا فأنقذنا وأسعفنا وكم مرة جعنا ثم أطعمنا ربنا وأشبعنا كم مرة زارنا الهم وبرح بنا الغم ثم عاد سرورنا وتم كم مرة وقعنا في الشباك وأوشكنا على الهلاك فكان بعون الله الانطلاق والانفكاك أنت تتعامل مع لطيف بعبادة معروف بمدادة جواد في إسعافة غالب على مراد فإذا داهمتك الشدائد السود وحلت بك القيود وأظلم أمامك الوجود فعليك بالسجود ونادي يا معبود يا بالجود أنت الرحيم الودود لترى الفرح والنصر والسعود كن كالنملة في صعود وهبوط ولا تعرف اليأس ولا القنوط ولا تعترف بالإحباط في كل شوق وكن كالنحلة في طلب رزقها قائمة وفي حسن ظنها دائمة وعلى الزهور حائمة وليست مع اليأس نائمة افتح عينيك ارفع يديك لا تساعد الهم عليك ولا تدعو اليأس إليك اللهم سهل المحلول وهون المنون وأشبع البطون وافتح للمضطهدين أبواب السجون واجعل الخائفين من أمنك في حصون اللهم أحلل الحبال المعقدة وسهل الأمور المشددة واكشف السحب الملبدة وأجب سهام الليل المشددة فهل يرجى سواك وهل يعبد إلا إياك
فهنيئا لمن دعاك وطوبى لمن ناجاك والصلاة والسلام على عبدك ومصطفى. يبدل الله من حال إلى حال سلام لمن صاب المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذرى في الدموع السوافك فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالزكالك. مقامة الفراق رفيقي لتذرى في الدموع السوافك فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالزكانك. فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فداني فهذا كله قبر مالكي. فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فداني فهذا كله قبر مالكي. الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات مخرب الديار العامرات سقى النفوس مرارة الكؤوس وأنزل التيجان من على الرؤوس نقل أهل القصور إلى القبور. ساوى بين السيد والمسود فجأ أهل الأفراح بالأتراح ونادى فيهم الرواح الرواح كم من وجه بكفه لطح وكم من رأس بفأسه حق يأخذ الطفل وفمه في ثدي أمه ويخنق النائم ورأسه على كمه. ينزل الفارس من على ظهر الفرس يخلع الوزير من الوزارة ويحط الأمير من الإمارة ويدوس ذا البأس الشديد والرأي السديد ولو كان خالد بن الوليد أو هارون الرشيد. كثر ظهور الأكاسرة وقصر آمال القياصرة زلزل أساس ساسان وما سلم منه سليمان وما نجا منه قحطان وعدنان لا يترك السلاطين حتى يوسدهم الطين. لا تظن أنك من هناك ولو سكنت على الأبرار. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شال. أين الملوك ذو التيجان من يمن وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كان. الموت كأس يدور على الأحياء لا بد أن يشربه أبناء حواء. الموت ليس له موعد مناسب
فهو يأتي القاعد والماشي والراكب في ليلة الزفاف. إذا اكتمل الأضياف يقدم الموت بحشود، يهجم بجنود، يأخذ العريس أو الخروف، لأن مهمته قطف النفوس. يهنأ الإنسان بالإمارة ويبارك له بالوزارة، ثم يشن عليه الموت غار. يولد المولود ويعود المفقود، ثم يفجأ الموت الجميع بروعته، فتمتزج بسمة المحب بدمعه. يكتمل الاجتماع ويلتقي الأحباب من كل البقاع، فإذا تمت السعادة وكل قلب بلغ مراده، وصل الموت ففرق الجمع وأسلم الدمع. إذا رأيت قصرا مشيدا وملكا عتيدا وبأسا شديدا فتذكر الموت، فإذا القصر تراب والملك خراب والبأس سراب، فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب فرحا، ولكن أين من صحى وأصلح فصار مصلحا. أين من رفرفت عليهم الرايات ورفعت لهم العلامات وأقيمت لهم الحفلات؟ أين من ولى وعزل؟ وأين من ظلم ومن عدل؟ وأين من سجن وجلد وقتل؟ أين من دارت عليه الكؤوس وانخلعت من هيبته النفوس وطارت بأوامره الرؤوس؟ بعض السلف ذكر الموت فخارت قواه وصاح أواه، وبعضهم كاد أن يطير لبه وأن ينفطر قريبه. إذا رأيت الإخوان والجيران والخلان فتذكر كل من عليها فان. وإذا شاهدت القصور والدور والحبور والسرور فتذكر أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الله سمى الموت مصيبة وأنت عنه في غيبة. الموت مباغت لا يستأذن، لا يترك شابا ليكتمل شبابه، ولا صاحبا ليتمتع بأصحابه، ولا حبيبا يستأنس به أحبابه. الموت له صور وأشكال ومشاهد وأحوال، مرة يقتل بسيف أو ملك أو داء أو جرح أو بعرق يمرض أو بعضو يمرض أو بحرب هائلة أو مجاعة قاتلة. المهم أنه لا بد منه ولا محيص عنه، يصبحكم أو يمسيكم، وكل حي فان إلا الديان. فسبحان من خلق الموت آية وجعله نهاية وصيره لكل حي غاية. إنك ميت وإنهم ميتون. فسقى الجميع بكأسه، فلا صاحب القصر نجا ولا محب الدنيا عمر ولو رجا، ولا الكاره له سلم منه وإن ذمه وهجا. وهذه قصة إعدام لأحد الأعلام نسوقها لذوي الأسهام، وهي قصيدة من أجمل المراسل، قالها الأديب الشاعر أبو الحسن الأنباري في الوزير العباسي بن بقية الذي قتله السلطان عضد الدولة وصلبه ببغداد ظلما وعدوانا وحسدا. فارتجت بغداد بكاء وعويلا على وزيرها المنفق الكريم المتصدق صاحب الأيادي البيضاء. وقام أبو الحسن الأنباري أصالة عن نفسه ونيابة عن الرجال والنساء والأطفال والأرامل من أهل بغداد، وقدم هذه التعزية للوزير المقتول المصلوب المفترى عليه الذي سلبت منه حياته
واغتصبت منه روحه وسرقت منه أيامه الخالدة، يخاطبه وجها لوجه وهو على خشبة الموت، مقطع الأوصال، ممزق الثياب، معفر الوجه، تتقاطر دماؤه على الأرض، وقد قابل الجمهور بقامته المهيبة ومد يديه المسمرتين على الخشبة كأنه يحيي ويشكر ويحتضن محبيه، وهي فائقة إلى درجة أن القاتل عبد الدولة سمعها فبكى وأرسل دموعه وقال: وددت لو أنني قتلت وصلبت وقيلت في هذه القصيدة. وإليكم علوب، علوب في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قام وفود نداك أيام الصلات، مددت يديك نحوه محتفات كمدهما إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عنك يضم عناك من بعد الوفاة، أثاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات، لعظمك في النفوس تديت ترعى بحراس وحفاظ ثقات، ولم أر قبل جذعك قط جذع تمكن من عناق المكرمات، أسأت إلى النوائب فاستتار، فأنت قتيل ثأر النائبات، وصير دهرك الإحسان فيه إلينا من عظيم السيئات، وكنت لمعشر سعدا فلما مضيت تفرقوا بالمنحسات، غليل باطن لك في فؤاد يخفف بالدموع الجاريات، ولو أني قدرت على قيام بفرضك والحقوق الواجبات، ملأت الأرض من نظم القوافي وبحت بها خلاف النائحات، ولكني أصبر عنك نفسي مخافة أن أعد من الجنات، وما لك تربة فأقول تسقى لأنك نصب هطل الهاطلات، عليك تحية الرحمن تدفع برحمان غواد رائعة. سلام لمن صاب المقامات، إنها به الأرواح تسلو وتطرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائق الشذا، وفي دفتر الأمجاد للدهر وعد ووفاء بالتميز من أفياه، إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائق الشذا، وفي دفتر الأمجاد للدهر. مقامات القرني، بحر كبير ملأه فضيلة الشيخ عائض ابن عبد الله القرني بالكثير من اللآلئ والدرر الثمينة، انتقتها لنا الأستاذة رائدة التميمي من قعره الواسع، وأجاد عرضها وإبراز جمالها الأساتذة الكرام الأستاذ حمد الدراهم والأستاذ يوسف العقيل والأستاذ هشام القاضي،
يشاركهم الأستاذ المبدع عبد المجيد اليمني، يزينها آيات كريمات بأصوات ندية من قرائنا الأفاضل القارئ أحمد سمير، والقارئ أحمد السوينم، والقارئ سلطان العبيد، والقارئ ياسر الصحيباني. تحفها حدائق غناء من الشعر يشدو بها المنشد أبو عبد الملك، والمنشد أبو عبد الإله، والمنشد أبو عبد الرحمن. قام على نظم هذه اللآلئ في عقد فريد بديع الدكتور محمد كمال في الإخراج والهندسة الصوتية، والمهندس محمد الفرشان في الإشراف النهائي وتسجيل أناشيد أبو عبد الملك. وباسمنا نهدي لكم بكل الحب والوفاء هذه التحفة، علها أن تجد استحسانكم ورضاكم بعد رضا الله سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر مع إصدار جديد إن شاء الله. أخوكم خالد المانع.